فوق حمامة حمامة من قال ما يقع يو يا الحر يا اللي جايك على جوك يا الرئيس ارد عليك نفس الرد ارد عليك نفس الرد شو اسوي اسلم في الفقره اللي انا بعيش معكم فيها لمده لو بنقول 26 تقسيم 2 كم 26 تقسيم 2 13 يوم راح اعيشها معكم بأريحية. إيش دراك أنا 13 يمكن بعد 3 أيام أنت البرايم وقابض البرايم. أكمله مع نفسي. أكمله أنا أمي. صدق حياته. أكمله مع عيال الحارة. صدمة من أقرب الناس تجرحك من شان تنساها تبيع عمر ثاني. هذه رب الحلال يب من دخلك. تقول لها بيتك. هاي والله. من داخلك قرينا كمل انا امي واخوي الصغير كمل انا كملت شطر وشطر غني على المطعم اللي عندك انا مصري مع مديرنا المصري محمود لبعين اوجه له تحيه محمود عبد الله اوجه له تحيه كبيره والله لا تحيه محمود عبد الله الاودن وجه تحيه انت ما تدري ثلاث تحايا قبل حط الجل كذا طق الكرفته خمسه بما انك رئيس قريه حاليا الاسبوع هذا ما حد يوجه تحيه الا معطيك الاسم وما اخذ الموافقه شافها الدعوه كل من كل شيء تحيه وجه تحيه وجه تحيه اخوي انا من دخلت القريه انا لا لله ثم هم لو وجه تحيه ما كنت ما اجلس معكم صح انت الرئيس ولا ابو حصه لا هو بس ما على كيفك باقي ساعدني ابو حصه ساعدني الرئيس خذ نفس وقت تخش نادي تجي تشيله عشان تعرفون اللي تو حسين نعالي نعالي هذا فوقه هذا فوقه صفوا انتم سواحل يوم شالوا شلتوا انا هم خلون عشان تعرفون اني اذا سويت شيء سويت شيء يجمل والله كفو بس 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 لا عزيز تشرب يوم يجي بات والله ملومه لا وشو بريك كبير صب بهالصح صغير لا يقع ما يقع شو اللي صبيت عبد القادر سعيدة. كان صبيت نص عشان ما يخلص اي والله انا ما ادري كل هالبريق وص 6 كيلو هذا كذا اي والله شغيب هذا كذا حط هنا ذكي وقع رجولي يا اخي والله اني ما جلست اني متوتر من اليوم اخذ خطوه والله اللي ينكب عليك رجولك هذا اكل واحد يطبخ كافي ذا يا ولد كبير لا بعد ما يكفي اسالك بالله ترى كل يوم نسويه وتخلصون عشان بالله ريحتنا كره والله والله ريحتنا بس يا عيال ماني لاحظ يسخن بالجسم يعرق اذا شرب ثالث كوب انت الحين هذا يشربها الثاني مثله خلاص هذا هل. ايام البرد واحده بواحده على طول لا هذا بالصيف يشربون ثلاثه يشربون ثواني كنت اسولف عند هذا قلت عبد الغالي اذا شرب منه يقول على طول يا ولد علي سبع ايام سوي ابن عمره مع اللي يروح المستشفى ويرجع المستشفى كمل ابوه ما كمل ثمان ايام ابن عمره علاقته مع المستشفى اقوى من الاداره احسن لا قرر المستشفى ها مشى ترى اليوم مشى مشى يقولون اي مشى طيب يا جماعة الخير أرجع المحور حديثي والله إنكم إخوان إنكم أعز من يجي وأغلى من يجي وإنكم والله القلب اللي واحد فعلا بقول لك أنا أوجه تحياتي وخلصتها تحيات خلصنا أنا كل يوم أوجه ثلاث تحيات لشخص معين لكن يبلي معك واحدة اللي أنا حاب إني أبيكم حاب إني وحاب إنكم تساعدوني فيها تساعدك والله بساعدك بس قول يا بس تساعد نفسك تساعد نفسك الحين مقدمات يعني شارب كرك تحملني حق تزين السوالف وذا انا عندي فقره اسمها منغلق منغلق ايه انا عندي فقره منغلق عندي فقره اسمها وش جوك جوك انت ايش جوك ولا وش جوك لا وش جوك حلو هي تجمع ما بين الاشياء لا ترى حق ذا هي هذه هي القصه انه وش جوك انه اغلب الناس هنا وش جوك انت ايش جوي انا ايش جوك انت زي كذا ومسكت معي لزمه ذا الكلمه فانا قاعد افكر وانا نايم قلت لك وانت نايم افكر وانا جاي بنام واضح واضح انك راجع واضح انك راجع كثر كرك ابو نايا عدانا جا والله اكثر عدانا معليش ابو ماضي لا عمرك فكرت شيء لا عادي عادي فيصل انا تحلل
عادي مثل هذاك يوم يوم رحنا نتمشى انا وانت يمكننا نايمين تصير 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 راح من هيره انت ابو الهيان يجي منا وش جوك تفكر وانت بتاع لا هو انت وش جوك تفكر ونايم انا من الناس اللي اذا نمت سبحان الله تجي الافكار وانا نايم فاقوم اكتبها في ورقه وارجع انام مره ثانيه انا كذا ممتاز ممتاز هي كذا الله اكبر اقسم بالله اني كذا الله اكبر عليك تفضل فالفقر اجلد اجلد ابو ديب اجلد كرك كرك عددنا بس اشيل للبراد روح قاعد يسخن يده ما له افتح 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 ايوه كذا خذ خذ كاس خذ كاس والله انك معد بالروح لا لسه يبغى يبدا صفر من صفر من قال احد بيشرب انا بكره بخلص كاسي ها ولا يشرب منه لا يقع يا هو طيب اسلم يا ابو نهيان الحين شو فكرك ابو نهيان ساعة كم انا اصب ولا ساعة 9 7 دقائق والله انت غلطان انك جيت معنا يا كابتن ترى كرك ها طيب خلاص مرتين رغوه يعني ولا كم ممتاز يا اخوي هنا 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 لا يوقف لا يوقف لا يوقف يا عيال هذا راعي الفكره ذا منصفق اليوم روح طيب الفقره عنوانها وش جوك المهم وش جو لنجي نتكلم عن الفقره اللي بسويها الكلم الفقره وش هي عباره عن حلو هي يكون فيه طرفين حلو وحابب اني الطرفين هذول يكونون ضد يعني سواء في الشعر في الانشاد في ان كان راح اشوف لها واحسبها في 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 في, في, في الايام الجايه لكن وانت نايم رايح صب لك رايح صب لك الريه لا شوي انا صب لك لا شوي خليني صب لك الريه راح ابداها مع بلال هزاع ان شاء الله بكره اليوم يبونها نبداها بعد المسابقه ما عندي اي اشكاليه خلنا طال عمرك عرفت كيف خدامين سيادتك جاني ما يخدمك المال والبنون يا رب فالفقره هذه اسمها وش جو حلو يا اخي كلمني انا ايش علي انا بجيك وش هذا يا اخي شغلنا تيت يا اخي اصحى لك يا اخي تيت اسلم والله انه قال كذا وكذا لين شق باطه ايوه يا اخي اسلم فالفقره هذه اسمها وش جو الفقره تعتمد على انه الجلسه تكون اريحيه وانا في 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 نفس الجلسه اعرف ايش اجواء الشخص نفسه الله في جميع مراحل حياته سواء في السفر في في في, في, في البيت في في اعرف وش جوك في البيت عطني يعني هي جايه تسال بدل ما تسال بشيء يعني يعني صريح لا اعطها نورة تريلات وش جوك والله انك في اخر المسابقه قصدي في اخر الجلسه راح اكون صريح في جمله واحده انت يا الضيف بعد ما اعيش الاجواء الحين كلهم اثنين ضيوف اثنين ضيوف وواحد مقدم وانا هم ثلاثة ولا أبغى أحد يكون موجود مدة الفقرة بقية. مدة قلناها لذير مدة الفقرة كم؟ مدة الفقرة من 15 إلى 20 ثانية إذا تسمحوا لي يعني دقيقة دقيقة اشرب كرك اشرب كرك اشرب كرك اشرب كرك خليني أخذ لك ساعة أقدر أركز معك اشرب ساعة ها والله ساعة والشباب يقعدون عندكم جميل أيوة. والله ساعة لا لا ساعة واجد لأن في ناس مقطع هرجة تفضل يقول لكن فيها ناس أجواء في السفر يا ولد تستغرب منها الله يجزاك بعضهم يقول أسافر حالي أجي شهر شهرين لوحدي أيوة أبغى أدخل نبي نتعرف على الشخصيات أنا أقول أنا أنت مثلا وش جوك في الشعر أنا والله أنا إنسان أسافر لحالي عادي شفت هذه بس أتمنى نتحفظ الحين أتمنى أنه يكون نسبك ما نقول إيه بيننا لأنه لما ممكن أحد يدري أنا بستضيفه بعدين بيجي يمزج على راسي أنا رجل غامض ألبس تيشيرت أزرق يعني بقيت في حضر أنا رجل واحد أنا أبغى أصدم الرجال وش جوك أصفر ها والله جوك أصفر يعطيني اللي في بطنه وتجيك يا أخي أنت ما شاء الله يسعدك أنا حاليا رجل غامض طيب متى تبدأ متى تبدأ الفقرة؟ يا غامض سيد رئيس محسن محمد مطير ربع ساعة تكفي أنتم شباب أعطوني رأيكم أنا موافق لها بشدة حلوة جدا أنا موافق لكن أنا عندي ملاحظة وأنا موافق بشدة طيب خلونا نعرف البقية ماخذ رأيك رئيس حلو في النقطة الأخيرة راح أكون فيها معي كتاب وشو موافقة إيه باخذ رأي رئيس أنا بس هو قال كمل بيجيك رئيس لا 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 سعادة الرئيس أفصل أفصل والله لعلم سعادة الرئيس وأنت اللي تقول الوقت أفصل الرئيس راح عنده قسم بالله سعادة الرئيس أنت اللي تقول الوقت في رهبة في رهبة هو يقول كيف أقول لك في رهبة يعني مانع أنا أقول خلى بعد المسابقة اليوم لا 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 كل ليلة هو كل ليلة كل يوم الأخيرة بس أبغى وقت معين تسمح لي فيه مسموح الوقت اللي انا عندي فكره حلوه وقت فقرتك هل يكون في حضور لا ما ابغى احد ما حد حولك مره ايش جوكم لا عشان اثنين عشان اثنين تركز يعني انت كذا مره احنا جلسنا في ذا
وشفنا اشياء ما لها داعي يعني. الواحد يجلس بقترع عليك اقتراح يا واحد يشقلب. احنا الجلسه هذه ابغاها ابغى اعيش انا جوي فيها مع الشباب ان شاء الله. ابغى عليك اقتراح يا ابو نهيان. اسم الحلقه وش جوك خلاص في المشرق انا عندي اقتراح ولا بيت الحكمه ولا هنا كل يوم لك مكان كل يوم لك مكان كل مكان. لا ابغى مكان يكون دائما موحد. شوف يا ابو نهيان عندك اقتراح حلو. حلو انا بدونكم ولا شيء. انا بدونكم ولا شيء والله هذه مو اقتراحات انا دعمكم. انا طالع معكم اتمنى تدعمون ترى حقي زحلق. لا روح روح تفضل روح روح شيخ القريه. شيخ القريه تكلم. اسمح لي شيخ انا اعطي شيخ القريه السلام كل الاهتمام والتقدير قدروا باب. انا اقول له تحطها يومين في الاسبوع والله يعني ما تكثر. اسمع يا عيال انا ابغى يوميه تدري ليش؟ ابغى تخلص ابغى تخلص الشباب استاذن من الرئيس اول خذ اللي اعلى اصلا من الرئيس بعدين في البدايه. حلو عرفت خير اهدى من كذا اهدى من كذا ممكن اشرح او شيء فانت ابدا بالاقل ارصده. انا اشوف انها ثلاث ايام ماكسيمم في الاسبوع والله جيده جدا حلوه بس مثلا يوم ويوم لا مره حلوه. انا طال عمرك مره حلوه صح طال عمرك بما اني رئيس قريه الاسبوع هذا انا اتيح لك كل اللوكيشنات حتى لو تبي تحط لوكيشن جديد انا ساعدك هذه بالخدمه هذه. يا سلام يا سلام اللوكيشن حقي هنا في النص نعم ايا كان اللوكيشن الله يسعدك والله حلو سلطان. صلوا على النبي رجع الله يسلمك. حد اعطاكم علم مباراه الهلال؟ اي والله تكفى عندك؟ لا والله كم تاريخ اليوم اليوم يلعبون 18 يلعبون البارحه البارحه قالوا لي اتوقع عندنا 18 لا لا نصف النهائي الياب اسيا الياب حطنا شال فايزين اربعه في البدايه بس نبي نعرف ايش صار. اي الاربعه بالذهب ذهب اربعه ذهب فايزين اربعه بس الحين الياب 27 ما ادري لا 27 هي وين في الامارات صح؟ الامارات الظاهر في الامارات تبدا في الامارات تبدا 6 دايم صح عندكم ولا 7؟ 6 ونص 6 ونص على حسب على حسب لعبوها 7 6 ونص توقيت الامارات يعني 5 ونص توقيت السعوديه. لا لا 6 ونص توقيت السعوديه 7 ونص توقيت متى فقره 9 ونص وراك مو بزين مسابقه القريه 9 ونص كلها بنسال تركي اكيد واذا ما يعرف قلنا لها طلع قبل المباراه بس عشان انهي موضوعي اليوم خلصت اسمح لي بتخيط اي خذ راحتك خلاص اللوكيشن حق الجديد الله الله وين اللوكيشن الجديد في نص القريه بجد رصيدك على الدائره. لا 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 انا لك راي عندي احلى رح للجهة الثانية اللي ورا. لا لا انا ابغى في النص هنا احسن هناك رايحة ما عندك احسن. لا لا جدا رائع الساحل هنا هنا سلطان سلطان لا غلط هنا كل شيء شاطفك واحد تدري وين انا سحور في الساحة الكبيرة عادي هذا الساحة الكبيرة انا برشح لك شفت الساحة الكبيرة الساحة الكبيرة اللي قدام الساحة الكبيرة اللي قدام المشراك ما في الدائرة زد رصيدك انا اقول لك عن هذه غازي غازي اليابي سواها انا اقول الزاوية هذيك ليش؟ عشان ما حد يمر بشيء ايوه ما حد جاي ثاني عشان ما تتشتت افكارك واللي جاء وما تتشتت كل شيء واحد ما زول الحمرة دي هذه مره حلوه وهاديه وفي كذا وما في ازعاج عز الله نعطاك راي انا اشوف انها هذه ولا وحق ثلاث اشخاص مره حلوه هاديه وتقدر تاخذ اصلا ضيفك يكون مستمتع معك ما حد يشتغل يقول بيبيب صح صح فانت لك الحريه والله ما تكفر انا كنت افكر فيها والله بس اني وني بعد حلوه لبه فقرتك وش انا بس تضيفك فيها وتشوف مثلا لا يعني ما اقدر اقول اول ضيف ما جو اسئله تعال تعال دي جوك شلون جوك ممكن ها هنا والله لا احد يدري طيب الجلسه الجلسه لا احد يدري بسيط ولا اسمع اسمع منقل هذه منقلها هنا لا ما تصلح هذه يا اخي صغير لا مكانها حلو مكانها حلو والله اقول اذا الحمرة ذيك والله اللي جوا جوا اصلا مكانها مكان مكانها بنص صغير هذه على طول ورا الجسر على طول مكانها جدا حلو خلاص نبداها اليوم يا شباب اللي ود انا صاحب اليوم ممتاز اليوم فواز فواز إيه؟ فواز ومن خذ